صباح النور، صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ومع نهار جديد. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اسمحوا لي على الغياب، كان المهم راه ما بقيتش نغبر بزاف، ولكن راكم عارفين مع الوليدات ويلاه يلاه والله العظيم، وتلقانا ما كيناش يعني غير باش نبدا نصور وهذا، والله العظيم يعني لقانا ما كيناش. المهم شوفوا هنا راني مضاربه انا وليت ديما حنا مضاربين ديما 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 كيشيبني صراحة الله. المهم اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد، كنتمنى من الناس اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي او يتعرفوا عليا، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى يا ربي قناتي تعجبكم، والى عجبتكم ما تنسوش تشاركوا معايا وتفعلوا زر الجرس، تخليوا لي واحد الكومونتير زوين، تخليوا لي لايك، وهادشي اللي كاين. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هذا روتين عادي ديال اي امراه اي ربه بيت. المهم ملي كنوضوا وحنايا كندونسيو ملي كنوضوا حنا كنشطحوا غير في الدار، والله العظيم ندور من هكا دوز من هكا شطب هكا مسح هكا، راكم عارفين. ولكن الحمد لله بحال هاد الفيديوهات ماشي كنديرهم على شي حاجه، كما كتشوفوا ما كنحطهمش ديما بحال هاد الفيديوهات ديال الشقه، ولكن كيكونوا محفزين يعني البنات اللي فيها العكاز واللي فيها الخمول. نوض يا اختي جمعي الوقفه، نوضي جمعي الوقفه وجمعي دارك، راه ما كاين اللي غيجمعها لك عاكوني هاني يا اختي، والله ما والله ما درتي الحاجه بايديك يا ما كاين اللي غادي يديرها لك. حتى انا بعض المرات كنعكز، ولكن الحمد لله ديما ديما الطاقه الايجابيه هي اللي كتخليني نوض وكتخليني نتحرك، وكنقول وليداتي وراكم عارفين يعني ما كاينش شي حد اللي غادي يجي يشقالك. شكون اللي غادي يجي يشقالك؟ ما يمكنش، هاد الغربه راسيه راسي يعني ما كاينش شي حد اللي غادي يجي يعاونك ولا هذا. صافي البنات كيف ما شفتوا جماعه الصالون ما عنديش فيزا ماشي روينه، الحاجه ملي كتكون كل حاجه في بلاصتها ما كتكونش كثرت الروينه ولا هذا. كوزينه كيف ما شفتوا غسلت يعني غير المعنات اللي فطرت فيهم، صافي غنضربها بواحد المسحه هكا لافافو هذا، راكم عارفين دابا مع هاد سميتو مع الصهد كيصبح داك بدا داك اش كيقولوا ليه ماشي الدبان، الدبان واخا هكاك باقي ما عرفتش شتي يقولوا لي هذاك تا هو غير صغير، مشات ليا سميتو مع انني يعني كنخرج الزبل وكل شيء. المهم كوميم قبل ما يعني قبل ما ابار كل شيء، قبل ما تبداي هكا طيبي في الغداء تكون الكوزينه، انا بعدا كتعجبني تكون نقيه، صافي كنبدا نخدم بها، نخدم في الكوزينه وانا مرتاحه جدا جدا كل الراحه. صافي هادشي اللي كاين، ضربت غير بواحد المسحه يعني ما كاين والو، الكوزينه كنبيتها انا نقيه يعني ضروري كنغسل المعنات في الليل، كنحطهم يتسقطرو كنوض الصباح فاش كندير المطيب كنرجع المواعن، صافي هكا كنبقى كتبقى الكوزينه مأوردينيا. ودابا غنمشيو عند السي ليوت وهنا كيف ما كتشوفوا البنات، صافي دخلت لي ترى ما دوشتش لي، غير غسلت لي ايدياتو ووجهو هذا ورجيلاتو هذا، صافي غادي نبدل لي حوايجو باش غادي نخرجو. كيف ما قلت لكم اليوم راني معروضه ان شاء الله باذن الله. صافي يعني جمعت الدار، حيدت عليا الروينه، خويت الكوزينه، فينيت كلشي باش هكا نخرج نبقى مرتاحه يعني ما نبقاش مبرزطه. راكم تعرفوا مني يعني الانسان كيخرج يخلي الدار مرونه، انا بعدا لا جلست عند الناس كنبقى جالسه ومفكره في الروينه اللي غادا تبعني من بعد. صافي هادشي اللي كاين هنا، بدلت الليوت صافي، وهذا هو الروتين ديال هاد اليوم ما شاركته معكم. دابا غادي نمشي نتهلا في راسي شويه، در حيد الزغب ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديال وجهي في الفيديو القادم ان شاء الله. حيد الزغب درت واحد الماسك هكا قبل ما نخرج صافي، وغادي نصاوب شويه، نضرب شويه بالحاله وصوبت شعري نتوما معايا. شوف شوف ما تضحكوش عليا، شوفوا الضفاري كي دايرين، قلبت على الماء ديال الصباغ والله ما لقيتو. غادي نخرج بهم بحال هكا
عيت من القلب ما لقيتش. كما قلت لكم فيديو جديد ونهار جديد بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم معايا. ما تنسوش تشاركوا معايا، تفعلوا زر الجرس اكيد الا عجبكم الا عجبتكم القناه ديالي. مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنسوش تخليوا لي واحد لايك، تعليق، اي حاجه بغيتوني نديرها في هذه القناه خليوها لي في التعاليق. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على بزاف، جاوني تعاليق كثيره على ود الوصفه اللي حكيت بها المعن، ان شاء الله ان شاء الله نقدر نديرها لكم في هذا الفيديو. المهم اختي انا اليوم غادا معروضه، ايها اختي اختي غاديين معروضين، والله يجعل البركه، عينا بالدار، عينا بالشقا، عينا الملال، وحق الله العظيم اللي كديريها اليوم تعاودي غدا، تعاودي بعد غدا، تعاودي بعد غدا. فكاينه هاد العراضه، غادي نديكم معايا، نشارك معكم الاجواء، نشارك معكم كلشي، يعني الا قديت نصور، المهم الا قديت نصور غادي نشارك معكم مقتطفات، الله على العربيه، غادي نشارك معكم مقتطفات من هاد العراضه. راكم عارفين دابا حلوا علينا، يعني الحمد لله ما بقيناش زونا جالا، كنا منطقه، كنا منطقه حمراء، ولينا منطقه صفراء، والله اعلم دابا ولينا منطقه بيضاء، يعني الحمد لله ما بقى حتى شي حاجه. تطلقوا العراسات، تطلقوا المناسبات، وأرب الرع المهم ما تشوفين، خليكم معايا في هذا الفيديو ديال هذا النهار. كنحماق عليكم، كنموت عليكم، مح عليكم ويلا بلا بلا على الطفيرات، يلا هو معايا بيو. المهم البنات هنا كما تشوفوا راه لبست هذه الكسيوه بحال هكا، ولحت عليها هذا البوليرو لانها يعني سماطي، ما نقدرش نخرج بها هكا سماطي في البوردو، وزيت معاها هاد السويق بحال هكا، وصنيديله في الكحل. المهم هادشي اللي كاين، صافي انا غنمشي دابا، ها نتوما معايا. هنا عندنا 6 المعالق ديال القهوه، وهادو هاد القهوه راه كتجي غزاله البنات والله العظيم، غير جربوها. هنا عندنا الباديان، هنا قعقله، هنا سيبيسه، هنا الزعتر، القرفه معلقه، ياك معلقه ديال القرفه، معلقه ونص صغار ديال القرفه، وهذيك شنو، وخذ نجال حتى هو معلقه ونص صغار. وهنا وهنا عندنا معلقه صغيره، شتو ما كاملاش معلقه صغيره ديال الابزار. هنا معلقه كبيره كيف ما شتو، معلقه صغيره ولكن عامره ديال السكينجبير. وهنا غادي نكبوا عليها الماء مغلي، شفتوا البنات الماء مغلي مزيان، والسكر ما غاديش تضيفوا لان كاين اللي كيبغيها مسوسه، كاين اللي كيبغيها حلوه، فلهذا غتخلي يعني كيبقى الاختيار ديال الناس. والماء على حسب، اللي بغاها خفيفه اللي بغاها ثقيله، اللي بغاها خفيفه يقوي الماء، اللي بغاها خفيفه يدير. هنا غندير ايترونس ديال الماء، هنا دارت ايترونس ديال الماء البنات. وهنا البنات نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتوما عارفين من ورا الكسكسو ضروري قهوه، بعدا هنا الناس اللي عايشين هنا ضروري كيبغيو القهوه من ورا الماكله. كنتمنى الفيديو يكون فادكم، وجربوا هاد القهوه راه كتجي رائعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، مح عليكم.